Allez, je l'ai. Cuisina, votre cuisine autrement. انتي الحرة بين انساهم انتي الفن وانتي للاهم تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة طيب نقلي ولا نشوي معون كل ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش هذا المعون وهذه احسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة احسن ما في السوق ليك والباقي العيلة ليجيك انتي تحمل وتمنى المايدة OMS كوزيني اوترمون اه يلي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر أحسن دجاجة دجاجة المزرعة متفهمين داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم الصنافة البنة الزمنية بدون مصبرات ولا مواد إضافية لأجل النبي ألف صلاة على النبي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي والقعدة حلوة والصلاة على النبي يا إلهي الكل كل كل لأجل النبي لأجل النبي انت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كل كل انت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي اذلموني انت شايف اتهموني برضو عارف اذلموني انت شايف اتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا بجاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيبي حبيب النبي زيدوا الصلاة على النبي انا بجاه النبي ألف صلاة على النبي أنا حبيب النبي ألف صلاة على النبي على النبي على النبي على النبي والقعدة حلوة والصلاة على النبي آه
يا إلهي الكل يعيني يعيني من عبادك ما حد عني عني يا إلهي الكل يعيني يعيني من عبادك ما حد عني عني يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاهي والفتوني لي يا ربي ونسوني نسوني برضو حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا بجاه النبي زيد الصلاة على النبي أنا حبيبي حبيب النبي تكرم عبيدك والنبي أنا بجاه النبي زيد الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي والقعدة حلوة والصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي ألف صلاة على النبي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي والقعدة حلوة والصلاة على النبي قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي مولدكم مبروك، مولد مبروك على تونس رئاسة حكومة وشعبا، ومولد مبروك على الأمة الإسلامية والعربية قاطبة. اليوم في برنامج الماتينال بيان سور بما أنه مولد باش نحكيو على المولد في الماكلة في التاريخ، باش نحكيو على عاداتنا وتقاليدنا، اليوم باش نحكيو على الحمامات خاصة في المولد، دونك هذا وغيره موجود في برنامج الماتينال. وكما العادة نقولوا مولدكم مبروك لشيفة، صباح الخير. مولدكم مبروك. مولدكم مبروك فاطمة، صباح النور. مولدك مبروك شيخ فتحية. مشاهدينا الكل اللي تبعوا فينا صبحوا عليكم بالخير، ونتمنى لكم مولد مبروك ليكم وللعزيز عليكم، إن شاء الله ينعاد عليكم ديما بالصحة والخير. وفي هالمولد هذايا نذكروا نستذكروا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
في أفعالنا وفي أخلاقنا وفي كل ما نأتيه من أفعال. أنا في الكوجينة اليوم نحب زادة نستحضر العادات والتقاليد متاعنا الغذائية اللي نعملوها في المولد. شيف فتحية ما خبت لكمش العصيدة جابتها معها، وأنا عندي ما نحكي لكم على الكسكسي الأزهر اللي بالقديد في المولد. أنا العصيدة متاع التقليدية اللي معروفة في تونس سورتو اللي هي عصيدة زقوقو، هي اللي حبيت نحلي بها مولد السنة. مقاديرها سهلة وخدمتها سهلة، طريقة خدمتها باش نبداها سنة من التعصيد حتى للكريمة واحدة واحدة، تبعوها خطوة خطوة، وأنا متأكدة اللي انتم باش تجيبوا عصيدة بنينة كما باش نمليها عليكم. يعطيك صحة شيف فتحية. أنا مشاهدينا كيف ما قلت باش نعمل كسكسي الأزهر بالقديد، ومعاه باش نحضر لكم طاجين بما انه عندنا اللحم مفروم، احنا حاضر باش اليوم مفروم دوداند من عند المزرعه، والفخوماج كيف كيف جانا فروماج بنين من عند مرياح تو نكتشفوه شنو من بعد. مع هذايا لازمتنا سليطه على الطاوله. نمشيو بحذا فاطمه نبداو بمحتوى برنامجنا المتميز بمناسبه المولد النبوي الشريف، ونرجع مع بعضنا لكوجينتنا. مشكورين لشيف في استوديو برنامج الماتينال، منورنا الشيخ ياسين العيار الامام الخطيب بجامع ابراهيم الخليل بحدائق المنزه 2. صباح خير مولدك مبروك سيدنا. صباح خير، صباح الانوار على مشاهدين الكل بالصلاه على النبي على المختار ان شاء الله. بيان سور بحثنا ايمن العاشق استاذ الموسيقى واللي مش اول مره بحثنا في برنامج الماتينال. صباح خير ايمن. صباح الفل والياسمين، نهارك زين ان شاء الله، مورد مبروك على جميع الامه الاسلاميه. امين يا ربي. امين اجمعين. يعيشك. دونك نبداو نحكيو مع سيدنا الشيخ، عمنا ولحكينا سيدنا على الصفات الخلقيه بلوتو نتاع سيدنا النبي. الخلقيه معناتها اوصافه. اكزاكتومون، اليوم باش نحكيو على الاخلاق نتاعو. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معناتها عطر المجالس، وكيف تحكي على النبي صلى الله عليه وسلم تحس براحه وتحس بامل وتحس بتفاؤل وتحس بمحبه، وهذا كله معناتها موجود في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحكيه عليه معناتها تحسها تسري هذه كروح في أي جلسة وفي أي قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معناتها ذا خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله سبحانه وتعالى مدحه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان في قوم فرد ويقول لهم أنا رحمة للعالمين، وهذا دليل أنه صادق. قد ما يكونش إنسان وحده ويقول أنا جيت للناس كل، هذا من صدقية النبي صلى الله عليه وسلم. سمع به أحد الأعراب، أعراب معناتها من بادية العرب، سمع بأنه فما إنسان يوحى إليه من السماء، قال نمشي نقابله نشوفه هذا. مشى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أنت، ما قالوش من أنت، قال له ما أنت. ما أنت معناتها شنية الوظيفة متاعك، ما حشيش بالسي في معناتها اسمك ولا لا، ما أنت معناتها شنية الوظيفة. والسؤال كان مباشر، والأعرب كانوا يفهموا معناتها اللغة بين ما ومن، فهمني. قال له ما أنت، قال له رسول الله، بنبرة معناتها صريحة ومباشرة. وهذا هو تيست قاعد يعمل فيه الأعرابي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش بلهجة صادقة وصريحة ومباشرة، كان ينجم يشك وما يدخلش في الدين بتاع النبي الجديد اللي سمع به. قال له رسول الله بكل ثقة في النفس. قال له ومن أرسلك؟ قال الله أرسلني. قال له وبما أرسلك؟ هذا هو لب الموضوع، بما أرسلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشنو جانا لحنا؟ احنا لو كنا نتسألوا السؤال هذا نقولوا جانا بالصلاة والصيام والزكاة وهكا العبادات اللي معروفة اللي نعرفوها الناس كل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بإجابة أخرى، قال له أرسلني الله بأن توصل الأرحام وأن تحقن الدماء وأن تؤمن السبل وأن تكسر الأصنام وأن يعبد الله وحده لا شريك له. أول حاجة قال له توصل الأرحام، وأحنا نعرفوا أنه الناس كل متعلقة بالعبادات وكذا، ولكن العبادات هي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني العبادات هي عبارة هك التمارين المبدئية اللي باش تنجم تدخل بها للمباراة، باش تسجل بها الأهداف نتاعك، باش تقوم بالدور نتاعك أنت عبر العبادات هذيك كتمارين أولية باش تخوض بها المباراة الحقيقية والدور نتاعك الرئيسي في المجتمع عبر صلة الأرحام وحقن الدماء والسلامة للسبل وتأمين السبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا جئت أولا ومباشرة وجوهرا، والهدف الرئيسي هي تحقيق إنسانية الإنسان
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرون توينبي هذايا كان معناتها مفكر كبير وكان عالم كبير ومؤرخ، درس قرابة 27 حضارة لمدة 45 سنة، فاستخلص أنه داء الحضارات هو ثلاثة وليس لها حل إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا الكلام هذا، قال ليس لها حل إلا في الإسلام. والإشكاليات الثلاثة هذوما هي العنصرية والأسرة والإدمان. العنصرية عالجها سيدنا صلى الله عليه وسلم لما قال لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وقال على سلمان وهو فارسي وليس عربي، قال سلمان منا أهل البيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه معناتها لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، وقال كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني شرفك ومبدئك وقيمتك هي كيف تخدم الإنسان وكيف تكون في خدمة الإنسان، هذاك هو الشرف متاعك. ويقول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا في الأسرة النبي صلى الله عليه وسلم حلها عبر إقامة التوازن بين أفراد الأسرة. فالقوانين والتي نريد أن نحمي بها أي فرد من أفراد الأسرة لابد أن يكون في ضوء الأسرة. يعني من نجموش نعملوا قانون نحميه به فرد الطفل أو المرأة أو الرجل ويكون ما يخدمش الأسرة، لابد أن يخدم الأسرة باش يكون هك التوازن هذاك وتكون الأسرة في الأمان. والصلة عبر النبي صلى الله عليه وسلم وقت افتح مكة دخل في 10,000 مقاتل، 10,000 في قوة عظيمة. كيفاش دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل متأطئا رأسه ويبكي. في النصر الإنسان مو يدخل متباهي يدخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجنود متاعه أو القادة متاعه قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمات. فتلفت له النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه قال له لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم الصلة. بالرغم الناس اللي في مكة هذوكم أذاوه وتردوه، ولكن هو رحمة لهم ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. مشى لهم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، بعد ما خذوا له داره وقتلوا له أهله وقتلوا له عمه وشردوه وطردوه من داره من أهله، قال لهم شنو تتصوروني باش نعمل لكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، وسيدنا يوسف زاد طردوه إخوته وحطوه في البير وكذا، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الرحمن الرحيم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. بذلك كان رحمة للعالمين. في الختام نحب نقول كلمة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. احنا علاش نحبوه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم هو نمو في شخصية الإنسان وتكامل بين الروح والجسد والنفس، فيخرجك الإنسان هذاك سوي في المجتمع. يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التنمية في المجتمع عبر ذلك التوازن بين المحبة والجسم والروح والصلة بقدوة ليس أعظم منها قدوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعيشك سيدنا. احنا بيان سور تقعد بحذنا، ما زلنا باش نواصلوا معك الحديث مع أيمن العاشق بيان سور، أما قبل نرجع واحدة لشيف. نرجع فاطمة أكيد الكوجيناتنا نستناو فيكم باش نبداو الوصفات متاعنا متاع الاحتفال بالمولد. نعاودوا نذكروا مشاهدينا كونوا الشيف فتحية اليوم باش تحضر لكم عصيت الزقوق الزمنية بطريقتها، هي طريقة سهلة وبسيطة تابعوها. ألوغ أنا هنايا خذيت أرطل زقوق مرحي، حطيت عليه إترا ماء من الأول، ضربته بالخلاط بلانداخ، صفيته تصفية الأولى، بعد عاودت أكلي قعد تفش، حطيت عليه مرة أخرى إترا ماء وصفيته وعطاني إترتين زقوقو معناها ماء. عندي هوني 300 غرام فرينة وردة، فرينة العادية، نجي ونحطها ونخلط الفرينة متاعي في وسط أكل لترتين ماء بزقوقو، نخلطهم مليح حتى لين يتحلوا. إذا كان ما حبش يتحل بالقداء عندكم أكل روبو بلانجور هذاك كم تاع البرود، تضربوها ضربة خفيفة، ما كانش إذا كان عندكم فوي كيما هكا راهو في ساعة يتنحاولك عابر متاع الفرينة ما يقعد منها حتى شيء. خلطها مليح مليح، نحطها فرينة والماء متاع زقوقو وحدهم ديجا
يتيبوا على النار باش من بعد نكمل لها بقيه مكونات نتاعها، خاطر ما يتحطش كل شيء من الاول، تخافوها تميس. بعد هذاك نحطوا لها مع بعضنا البقيه جوست هذيا، نحطها على النار حتى لين تتعصد ونتبعوها مع بعضنا. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا الديبار نتاع العصيده باش تنجحوها وتجيكم ممتازه، تبعوا ليزيتاب اللي تقول لكم عليهم شيف فتحيه الشواشي. انا مشاهدينا اليوم كيف ما قلت باش نعمل كسكسي المولد الكسكسي، نعملوه ازعر بالقديد. ثم اللي يعمل كسكسي احمر، ثم اللي يعمل كسكسي بالراس، كل واحد وش يعمل حسب الجهات، لكن الاكثر اكثر كسكسي معروفه كسكسي القديد اللي فيه الدبابش وفيه القديد كيف ما هكا. انا حطيت القديد نتاعي تقلى في الزيت باش سيب نكهته. شوفوا هنا حتى اللون نتاع الزيت نتاعي تبدل باللون نتاع القديد. معاهم هما باش نعمل كعبه مرقاز المزرعه، اخترت مرقاز هذيا نتاع داند المزرعه، مفوح بالطريقه الزمنيه باش يعطيني نكهه بنينه في الكسكسي اللي قاعد نحضر فيه، يزيد يدعمني النكهه والبنه اكثر. دونك لازم كعبات المرقاز هذوما المفوحين بطريقه زمنيه كما قلت لكم تودنا بهم المزرعه لازم يتقلاو من الاول هكا، شوفوا كيفاش ياخذوا لون مباشره. وقتها باش نبدا نحط لي زانغريديون تاعي الاخرين. اول حاجه باش نعملها هو كسكسي ازعر قلت لكم، لكن باش نعمل فيه شويه طماطم سيكام مدشه بالثوم تعطي نكهه بنينه للصوص، ما تعطيش لون قوي. دونك هكا نحط حكايه تمغير كتين ثلاثه نتاع طماطم، هي طماطم فرشكه ماهياش طماطم كونسونتريك، علاش اللون ماهوش باش يتبدل برشا. ونقليها مع القديد ومع المرقاز اللي اخترناه اليوم قلنا من عند المزرعه. ميزه المرقاز هذيا نقول لكم لكونه مفوح تونسي وكونه معبي في مصرانا نتاع علوش، اي سيغتو ماهوش غني برشا بالدهون، ما فيش كيما المرقاز العادي برشا شحم. باش تعرفوا الحقيقه نتاع الموضوع هذا تنجموا تاخذوا كعبه مرقاز وتشويوهم تو تشوفوا الفوليوم نتاعهم ما ينقصش، بينما المرقاز نتاع العلوش ولا نتاع البقري كي تشويوه خاطر فيه برشا شحم ينقص. هذا دليل على الميزه نتاع منتوجات المزرعه. هنا تقلى هذايا اموره واضحه، باش نحط معاهم الحمص. محضر انا شويه حمص هنا، ديما الحمص ما تفوتوش ستة سوايع تاع نقعان، ما بين الاربعه لستة سوايع يكون منقوع ما اكثرش، باش كعبه الحمص تطيب وتقبل لفاح والمرقه اللي باش تطيب فيها. مع هذايا عندي فول، دونك الفول نحيوا له الاقفال الاكحل نتاعو الفوقاني هذاك نظفوه بالكدا ونردوا بينا فيه السوس ولا حاجه، تبدا ديما حاجه نظيفه. هذايا الفول نتاعنا باش نحط لهم الفاحات. اليوم الفاحات نتاعنا جاتنا من عند الصنافه، عندي هوني فاحات امبالي حاضر باش في دبابز باللار، حاجه الباهيه كونهم في دبابز باللار نعرفوا اهميه اللومبلاج على للحفاظ على المنتوج وجودته للحفاظ حتى على صحتنا. هوني عندي شويه تابل مفوح باش نحطه فوح لي الكسكسي نتاعي. انا مع القديد الحقيقه نستعمل شويه تابل مش برشا باش ما يضيعليش النكهه. وهوني نحط شويه كركم كيف كيف، كركم الصنافه هذيا الكركم المزيان. نحط معاهم شيشه صغيره فلفل زينه مش برشا، ما نخافوش ماهوش يبدل لنا اللون، يبقى ديما اللون نتاع الكسكسي نتاعنا مستزعر. هذايا الكل باش نمرقه ونخليه يطيب في حقه معاه روس بصل كاملين كيف ما هما. واللي عنده شويه سفناريه نجم يحط سفناريه، انا محضر هوني شويه قرع احمر، بعد ما يطيب شويه القديد نحطها. نمرق المرقه نتاعي ونخليها تطيب في عقلها فوق منها باش نفور كسكسي ورده. اليوم اخترت الكسكسي الجيد، تختاروا كسكسي متوسط ولا كسكسي خشين حسب انتوما واش تشتهيو وحسب الكاليبر نتاع الكسكسي اللي تحبوا عليه. احنا ورده مدلتنا، انا اليوم اخترت باش نطيب الكسكسي الجيد هذايا باش نفوروا تفويرتين فوق مرقة القديد اللي عملناها بالدبابش. في الوقت هذايا نحضر كسكسية نريقلو، نرجع بحذا فاطمة ومن بعد نرجع لكوجينتنا نكملوا مشوارنا مع بعضنا. مشكورين للشيف، نرجعوا باش نكمل مع ريت ايوب ولا ملحن ويكمل في المشوار وام كلثوم والدنيا وفازت به. وهذاك علاش نحكي وفن، احنا مع ايمن العاشق استاذ الموسيقى. ايمن ساعه نحبك، نحب نرحب بك انت ايمن، ونحبك زاده من خلال برنامج الماتينال نحيي زاده استاذ الموسيقى اللي هو الاورجانيست اللي معاك اللي هو سي سيف الدين الجيره، استاذ موسيقى استاذ تربيه موسيقيه وعازف كمان بالفرقه الوطنيه. اي دونك ايمن مش اول مره معك في برنامج الماتينال، دونك اما خليناك عم ناول ولقيناك عملت جديد اللي انت شاركت فيه مهرجان الموسيقى، مهرجان اغنيه تونسيه. شاركت باغنيه من كلمات الشاعر الكبير بشير اللقاني، الحان كذلك الملحن والموزع الكبير سيف الدين نجيره. اي شاركنا وكانت مشاركه طيبه كاول تجربه ورجوع بعد غياب طويل يمكن 20 سنه.
عدة سنوات أكثر يمكن أو أقل، مرغوصش في تفاصيل، لكن في حد ذاته به المهرجان كيف رجع وبه كيف البلاد تنورت شوية. أغنية شنو؟ أغنية تونسية، إيقاع تونسي ولحن تونسي. شو اسمها على الأقل باش الناس يمشيو لليوتيوب؟ أغنية نسمة ود. وكذلك زاد عنا جديد أغنية يلا نطيروا يلا بينا، المحبة تستنى فينا، من كلمات الشاعر الكبير بشير فرح وألحان الملحن الكبير كذلك سيف الدين نقيرة. إن شاء الله هذايا في القادم، في جديد إن شاء الله. بالضبط. توا رجعت الحياة الثقافية، أي من الناس ما نعرفش، أنا عندك مهرجانات عروض؟ فما عروض. نحب نشكر المندوبية، مندوبية شؤون الثقافية بولاية نابل بحكم أنا من مدينة مزب وزلفة، اتصلوا بينا. عنا عرض لمجموعة مقامات للأستاذ سيف الدين نقيرة يوم 22 أكتوبر بدار الشباب بالميدا. أنا أقول للمتفرجين أو المستمعين من أهالي المدينة الفاضلة مدينة الميدا إنهم يحضروا وبش يتفرجوا في الأغاني التونسية العتيقة، وفما زادة كذلك الجديد ما تغيبوش علينا، وإن شاء الله نعديه أمسية نهار طيبة. شنو هذا؟ نهار 22 أكتوبر بإذن الله في مدينة الميدا، قريب معناتها نهايرين أخرين، ثلاثة أيام أخرين. بالضبط. شنو عندك؟ ما نعرفش عندك حاجة أخرى تحب تقولها؟ أسكو ما نعرفش عندك كلوب نتاع موسيقى حاجات هكية؟ أنا نقول فرحانين برشا أنه رجعت الحياة الثقافية في تونس كاملة. نقول للملقحين اللي مش ملقح على غلب عليه وعليه. بالضبط. للملقحين أنا نقول سارعوا في التسجيل أو في التلقيح، وما تبخلوش وما يخوفكم حتى حد. صحيح. وتونس إن شاء الله ربي يحميها. آمين. ومعنا السي الشيخ كان يتحفنا بدعاء جميل باش ربي يبقي علينا الستر. هيها وأيمن ولكرونيكور معايا يا أخويا، مرحبا. سيدي هاي خليه يقول لنا دعاء سيدي الشيخ. سيدي الفنان الإمام الغزالي من عشك أنت تسمع به يقول: من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فذلك فاسد المزاج ليس له علاج. كهو. يا بيه ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر، وإن شاء الله ربي ينفعنا كل شيء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومجهوداتكم أنتم، وإن شاء الله ربي يبارك في هالبرنامج ويسعدهم الناس كل العمل والمشاهدين الناس كل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك يا ربي بالصلاة على النبي أن تنور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور بالصلاة على النبي قلوبنا. اللهم يا ربي أغثنا بالصلاة على النبي. اللهم يا ربي فرج علينا بالصلاة على النبي. اللهم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احفظ بلادنا، احفظ بلادنا يا أرحم الراحمين، احفظ بلادنا واحفظ العبادة يا أرحم الراحمين، ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا عظيم يا كريم. اللهم احفظ بالصلاة على النبي أوطاننا. اللهم يا رب نجي بالصلاة على النبي أبناءنا ونجحهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بالصلاة على النبي أزواجنا. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أسعدنا بالصلاة على النبي، اللهم فرحنا بالصلاة على النبي، اللهم نجحنا بالصلاة على النبي، اللهم ثبت خطانا بالصلاة على الحبيب المختار يا عزيز يا جبار. اللهم قونا، اللهم انفعنا، اللهم ارزقنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم أعنا، اللهم مكن لنا، اللهم وانفعنا وأعنا ونجحنا ووفقنا وأسعدنا بالصلاة على النور المهدى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه العالمين. دعاء مقبول إن شاء الله سيدنا الشيخ، ودعواتكم زادة مقبولة مشاهدي برنامج الماتينال. نخرجوا فاصل وبعد نرجع. ظلت الأحباب والجارة على الخير تلمينا، غمزة وضحكة و
عزاز علينا. يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب قل لهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة وتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. أحسن دجاجة دجاجة المزرعة متفهمين؟ داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. الصنافة البنة الزمنية بدون مصبرات ولا مواد إضافية. انت الحرة بننساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق يكون باقي العائلة بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS كوزيني autrement. سير مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول.